برحب فيكم مشاهدينا من ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج شبابيك. حلقتنا اليوم رح تبدأ مع الإنجيل المقدس مع الخوري جوزيف عبود اللي رح يكون معنا مباشرة عبر زوم. يا أهلا وسهلا فيك أبونا، نورت شاشة نور الشباب. صباح الخير لكل المشاهدين. صباح النور، بنسمع منك أبونا كلمة الرب. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد أمين. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون، أما العالم فسيفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح. المرأة تحزن وهي ترد، لأن ساعتها حان، ولكنها متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر ضيقها بفرحها إن إنسانا ولد في العالم. أنتم الآن أيضا تحزنون، إنما سأعود فأراكم، وتفرح قلوبكم، ولا ينتزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لن تسألوني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئا، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. كلام الرب، الشكر للرب. أبونا، أيمتى بيتحول الحزن إلى فرح؟ الحزن بالبداية إذا بنعطيه مفهوم بيبلي هو مرتبط بالتوبة بالبداية، كما يقول بولس ب2 كورنثوس: حزن الله يورث التوبة المؤدية إلى الخلاص، وحزن العالم يؤدي إلى الموت. الحزن بحسب الكتاب المقدس يتحول إلى فرح إذا كان لديه هدف أو ثمر. عندنا سفر الجامعة: الذهاب إلى بيت البكاء خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. الحزن يتحول إلى فرح إذا اقترن بالرجاء والعزاء اللي سنناله من الروح القدس، كما يقول لنا الرب: طوبى للحزانة فإنهم سيعزون. الفرح أو الحزن المقترن بالرجاء لا يعني النهاية أبداً، إنما يعني بداية مع الرب بالعزاء. يتحول إلى فرح لحظة نلتقي فيها بالرب، اللي هو قالنا: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون بالأحمال وأنا أريحكم. إذا نعمل جولة على الكتاب المقدس، كثير من شخصيات العهد القديم عاشوا هيدا الحزن. عنا أيوب، عنا داود، الحزن اللي أدى فيه إلى التوبة، وكان المزمور: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. حتى يسوع بذاته اختبر الحزن بستان الزيتون لما قال: نفسي حزينة حتى الموت. عنا دانيال يحكي أيضا عن الحزن: حزنت روحي وسط جسمي. يسوع حزن على لعازر لما بكى وقال الناس: انظروا كم كان يحبه. يسوع بذاته قادر أنه يحمل ضعفنا وأحزاننا، كما يقول صاحب الرسالة إلى العبرانيين. في كل ذلك نعم، في ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. نعم، حتى بالمزمور 46 بهذا نرتاح في معرفة أنك أنت هو الله. يتحول حزن إلى فرح لما منعبر عنه أو منشاركه مع الآخرين، وبالتالي يتحول حزن هن إلى فرح. ويسوع بيعطي هالفرح لأوجاعنا وأحزاننا لأنه يهتم فينا، كما تقول الرسالة مع بطرس الأولى 5-7. الرسل بذاتهم عاشوا اختبار هيدا الحزن لما خبرهم يسوع عن الموت، العذاب اللي سيتحمله وغيابه عنهم، بس قال لهم: أنا بمعنى خير لكم أن أذهب. وقال لهم: ستحزنون كما سمعنا في هذا النص، ولكن سأعود وأراكم فستفرحون. الحزن يتحول إلى فرح لحظة نلتقي بالرب القائم من الموت، المتغلب على الحزن.
هو اللي زرع هيدا الفرح بقلوبنا، ما في حدا بيقدر ينزعه منا، لأنه فرق بين فرح العالم وفرح يسوع المسيح. نعم. فرح العالم هش ضعيف سريع العطب لا يدوم، أما فرح المسيح الحقيقي فرح يدوم، لأن جئت لأعطيكم الفرح بوفرة، ولن يستطيع أحد أن ينتزع أحد هذا الفرح اللي أنا أعطيه. شفنا هذا النص قائم على ثنائية الحزن وعلى ثنائية الفرح، الحزن لغياب الرب والفرح لما رح يرجع، كما قالن بهذا النص سأعود وأراكم، فيتحول هذا الحزن إلى فرح، لأن رؤية الرب ما هي إلا عناية الرب فينا، عناية الأب بأولاده. نعم. بهذه الطريقة يتحول الحزن إلى فرح، وفرح عميق ما حدا بيقدر ينتزعه. نعم. ليش التجأ إلى مثل الإمرأة الحامل؟ إذا بدنا نرجع معنا سفر التكوين، لما الله قال لحواء إنك تلدين بالأوجاع، وأكيد هذا الشيء إجا عقاب على الخطيئة اللي ارتكبتها حواء وآدم بجنة عدن، وجا يسوع حمل هيدا العقاب عنا، لبل حمل عنا خطايانا، لبل صار هو الخطية من أجل خلاصنا كما يقول بولس الرسول. الحبل يعني ولادة جديدة. نعم. عند أي تغيير هناك ولادة، عند يسبقها وجع. يسوع ولدنا للآب بالأوجاع والألام على خشبة الصليب، ولد الكنيسة بوجعه وألامه على خشبة الصليب، فكانت القيامة المخاض. احنا بنعرف المخاض هو علميا أصعب الأوجاع التي تختبرها المرأة، ولكنها تفرح لأنه هالمخاض أو وجع المخاض سينسى عند وقت بتاخد هالمرأة طفلة بين إيديها، وتفرح بيه بتنسى كل أوجاعها وبتنسى كل ألامها. ونحن عندنا بحياتنا المسيحية الولادة من فوق، الولادة من فوق تحتاج إلى هالمخاض، تحتاج إلى هذا الاستعداد، تحتاج إلى هذا الجهاد، تحتاج إلى هذا الوضع الوجع، تنرجع نخلق من جديد، والمعمودية ما هي إلا هالولادة الجديدة. نعم. عن بولس تحدث عن مخاض والولادة، لما شبه مجيء الرب بالولادة وقرب مجيء الرب بهذا المخاض المؤلم، مخاض الانتظار، انتظار مجيء الرب، ونحن بزمن الانتظار، انتظار مجيء الرب ثانية. نعم. إذن الولادة أو الحبل منطبط ب، كما قلت، هذه الولادة الجديدة اللي هي مبعث فرح للأم، حتى نحن نتمخض كي نلد يسوع المسيح للعالم، كما يقول أباء الكنيسة، كما تمخضت مريم وولدت وأعطت يسوع للعالم. نعم. إنما سأعود فأراكم، أي متى أبونا رح يجي ابن الله؟ إذا بننطلق من هذا النص، المجيء اللي عم يحكي عنه هو بعد الموت وبعد الآلام، عم يحكي عن القيامة. ونعرف أنه لما يسوع عاد ورأى التلاميذ بعد القيامة بيقولنا كانوا خايفين وزعلانين، لما وقف بالوسط عمهم الفرح والفرح العميق. بالنسبة لنا نحن الرب يأتي إلينا في كل لحظة، الرب حاضر في كل لحظة، ولكن أنا علي كإنسان أن أقبل هذا المجيء بفرح، علي أنا الإنسان أن أقبل هذا المجيء بثقة كبرى، بأن هالمجيء منه بلا معنى، إنما هو المعنى بذاته، هو اللي بغير حياتي، هو بنقي هيدا الحياة، بنقي هيدا الداخل لتعود الصورة اللي خلقني فيها الله، صورة نقية كما خلقنا الله على صورته وعلى مثله. نعم. شو قصد بكل ما تطلبونه من الأب باسمي يعطيكم إياه؟ نعم. نعرف يسوع هو الأعز على قلب الأب، وأكيد ما في يرفض له أي طلب. نعم. وهو الوسيط الوحيد كما يقول بولس الرسول، وما حدا التجأ
ليسوع أو للرب ورده خائبا كما يقول المزمور. ما حدا بيطلب شيء باسم الرب إلا ما هو خير، ما حدا بيطلب شيء باسم الرب الشر أبدا. وكل مرة نطلب الخير باسم الرب يكون عندنا ثقة، يكون عندنا الإيمان أننا سنناله لا محالة، خاصة إذا كان هذا الطلب يعود بالخير علينا. الآب الله هو باي، ما بعتقد في أي ولد بيطلب من بيه شيء ما منيح له بيعطيه، لا بل بالعكس ما بيعطيه لأنه عارف أنه هيدا الطلب رح يأذيه ورح بيضره. نفس الشيء نحن نطلب باسم يسوع المسيح كل ما هو خير لنا، مش بس لألنا، نطلب لصالح ولخير الأشخاص اللي نحن عايشين معهم، نحن عايشين بجماعة، نطلب لألنا باسم يسوع المسيح ونطلب إلى الآخرين باسم يسوع المسيح. وكما قلت الله لا يرد أي طلب ليسوع المسيح اللي هو أخ لألنا. نعم. نحن أبناء للآب بيسوع المسيح، ونحن إخوة ليسوع المسيح كما يقول بولس الرسول. يعني ما بعتقد خي بيجي عند خي بيطلب طلب والخي بيرفض، لأنه هالقبول هو نابع من فعل المحبة أنا تجاه الآخر. لما ببيله الطلب وبضحي كرمال حقق له الطلب، خاصة كما قلت إذا كان هذا الطلب هو لخيره ولصالحه، إذا ما كان لخيره أكيد أنا ما بلبيله إياه. هون في كتير أشخاص إنه نطلب من الرب إشياء وإشياء كتيرة، رب أيام ما بيستجيب، يمكن يستجيب بالوقت المناسب أو ما بيستجيب لأنه شايف بحكمته الإلهية، حكمته الأبوية، إنه هيدا الطلب منه لصالحنا، هالطلب منه لخيرنا، إنما بيأذينا. والله ما بيعطي شيء بيأذي الإنسان، إنما بيعطي كل شيء يفيد وينفع الإنسان، مثل ما بنقول بالليتورجيا بقداسنا بقداسنا المارون. لبل أحيانا يحول كل طلب مش منيح إلى خير، فنقول حول ما يضرنا إلى ما يفيدنا وإلى ما ينفعنا بحكمة البي، بمحبة البي تجاه أولاد. نعم. مين منا أبونا بيقدر يطلب؟ مبدئيا كل إنسان قادر يطلب، لأن الله للجميع، يعني ما في حدا قادر وحدا مش قادر، كلنا قادرين نطلب وكلنا ربنا عطانا النعمة نطلب. بس مش هون المهم، المهم شو عم بطلب؟ هل أطلب الله بالدرجة الأولى أم أطلب العالم؟ هل أطلب ذاتي أم أنا أطلب الله؟ وكيف أطلب؟ هل أطلب بإيمان أو ثقة؟ نعم. أو أطلب بشك؟ إذا أنا عم أطلب بشك أكيد صعب أني نال أي شيء، لأنه هو قالنا آمنوا ومن يطلب يجد، كيف يطلب؟ يطلب بإيمان ويطلب بثقة على أمل يتذكر دايماً العاطي، مش بس يتذكر العطية، ما بيقول لنا مرة أغسطينوس تذكر العطية وننسى العاطي، نمدح العاطي والرب يعطي بفيض. ما حدا منا سأل الرب وعطى الرب نص عطية، الله يعطي من ذاته، الله يعطي الملء ويعطي بوفرة. جئت لتكون لكم الحياة وتكون بوفرة، جئت لأعطيكم الفرح بوفرة ويدوم هذا الفرح. بدنا نجي بدالة البنين أمام الله، شو بدنا نطلب منه؟ الأمور الزمنية حاصلين عليها، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل تلك الأشياء يزاد لكم. أنا إنسان اليوم برجع على ضميري، أنا شو عن أطلب من الله اليوم؟ كيف عن أطلب من الله؟ ولمين عن أطلب من الله اليوم؟ شو نوع العطية اللي أنا عم بطلبها من الله؟ صحيح. إذا عطية للأذى أكيد الله ما رح يستجيب، إذا عطية للخير، عطية نابعة من حب، نابعة من تواضع، أكيد الله سيستجيب وسيستجيب بوفرة. لكن فحص ضمير بيننا وبين حالنا، نحن شو عم نطلب بعالم اليوم؟ من مين عم نطلب؟ هو بالله سؤال كتير مهم، عم نطلب من الله أو عم نطلب من آلهة كتير نحن نصبناهن آلهة وعم نعبدهن وعم نطلب منهم أمور كتيرة، لوقت لي الله فتح لنا إيده وعم بيقول تعالوا إلي
طبعا من الباتكون أنا مستعد أعطيكم إياه. إحنا مع الأسف اخترعنا آلهة كتير وعنطلب منها وعنركع لها وعنقدم لها البخور كل يوم مطرح معين، بالكاد نترك زاوية صغيرة لله بحياتنا أو يكون عندنا الجرأة نروح لعنده نطلب منه شيء لحياتنا. ما هو قالنا أطلبوا تجدوا، هو عم بيعيطنا اطلبوا اقرعوا يفتح لكم أي باب، أنا أقرع اليوم لأنال باب الله أم باب العالم؟ إذا كان باب الله فطوبى لي، إذا كنت أقرع باب العالم لطلبات وطلبات ما بتخلص، إذا أنا أشقى جميع الناس لأنه الطلب من الله سيدوم وهو خير. أما نيل أمور من العالم لن تدوم وستعود بالحزن اللي حكينا عنه بأول الحلقة، لأنه طلب العالم لا يدوم، والعالم بيربحنا جميلة دايماً بده مقابل، أما ولا مرة بطلب شيء من الله والله يطلب مقابل. صحيح. أبداً أبداً ولا يرد أي خيب. الله ما بيربحنا جميل لأنه عم يعطينا، شوف إيه يعطينا بوفرة، الله ما بيتأخر، يعطينا بمجانية وبيدعينا أيضاً لنعطي بمجاني، مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا. العالم دايماً بده، دايماً بده يحسبنا ودايماً بده مقابل. الفرق بين عطية الله وعطية العالم لما بيقولنا السلام أعطيكم. صح. لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، سلام العالم مزيف، دائما بده مقابل سلام الرب مجاني ويفيض في داخلنا نحو الخارج. نعم. كيف الإيمان القوي أبونا بيساعد لنحقق طلباتنا؟ هيك إذا بنرجع الكتاب المقدس، أول طلب التلاميذ من يسوع المسيح قالوا له ربنا زدنا إيمانا، لأنه بالنهاية الإيمان هو عطية من الله. إذا قبلناها نقدر نطلب ما نشاء لأن طلباتنا ستكون محقة وفي مكانها الصحيح. نطلب أولا الخير، نطلب عطايا الله. اثنين، نطلب بإيمان قوي بثقة أنه اللي عم نطلبه رح بيصير، لأنه محتوى الإيمان هي الأمور التي توجد حقا كما يقول مار أغسطينوس. وعندنا كثير شهود بالكتاب المقدس طلبوا بإيمان وكان لهم. عندنا إبراهيم نال الإيمان بالبرارة. موسى خلص شعب إسرائيل بالإيمان وقدروا عبروا إلى أرض الميعاد. وعندنا أمثلة أيضا بالعهد الجديد، عندنا إليصابات وزكريا. إليصابات حبلت بيوحنا بالإيمان، بالنهاية صاحب الإيمان صاحب الثقة يطلب وطلباته ستكون محقة وفق مشيئة الله، لأن الإيمان ما هو إلا قبول الله بحياتي. أنا لما بقبل الله بحياتي ما بقدر إلا مفيد الله إلى الخارج، يعني كما يقولوا الإناء ينضح بما فيه. إذا كان الإناء من خزف اللي حكي عنه بولس الرسول ممتلئ من الله، لابد من أن يفيض الله إلى الخارج، يعني الشجرة تعرف من ثمارها. هون أهمية الإيمان بالطلب، الإيمان بالثقة، لأنه الله لا يرد المؤمن المتكل عليه أبدا، المتوكل على الله لا يخيب ظنه أبدا مثل ما بنعرف بالمزمور. نعم. بكلمة أخيرة أبونا، شو بتحب تقول لكل المؤمنين اللي عم بتابعونا؟ أولا لكل المؤمنين اللي عم بتابعونا بقول لهم ما تخافوا من الشدة والتجارب، لأنه ما هي إلا امتحان لإيمان. نحن بلبنان عم نقطع محنة كبيرة، ما هي إلا امتحان لإيماننا. ما نخاف أحيانا نحزن إذا كان الحزن هو طريقنا إلى التوبة، طريقنا إلى اللقاء بالله، طريقنا إلى تنقية هذه الذاكرة، تقدر هالذاكرة تستقبل الله، أو بالأحرى تقدر أنا استقبل الله بحياتي. كل مرة حس أنا بهالحزن الشديد فتش إذا الله موجود بحياتي ولا لا،
أحياناً كثير بيكون حزن نتيجة غياب الله، لبل الله ما بيغيب، تغييب الله بإرادتي الذاتية أنا بغيبه. شفنا النص قال لهم متى أعود فأراكم تفرح قلوبكم، لأنه وجود الله بحياتي أنا. ما هو إلا هيدا النور اللي بيضوي هيدا العتمة اللي بخليني أحمل أي حزن أو أي وجع برجاء وبثقة. ما خاف استقبل الله بحياتي، ما خاف فتش على الله بحياتك، هو وحده منبع الفرح. ما في شيء بيعوضنا عن انه ناخذ، ما في شيء بالاحرى بيعوضنا عن فرح الله ابدا. قد ما تكتر الماديات وقد ما تكتر الثروات وقد ما تكتر ابدا، رح يبقى في عنا نقص كتير كبير، هو اللي عم يزرع الحزن بقلبنا، هو نقص حضور الله بحياتنا. شفنا اليوم بعالمنا قديش في حزن المؤدي إلى اليأس نتيجة تغييب الله من مفاصل ومنعطفات هذا العالم، العالم اللي بده يثبت ذاته من دون الله. ولكن عنشوف السقوط كيف يكون مدويا، لأنه إذا بيت العالم مش مبني على الله أكيد رح يسقط وسيكون سقوطه مدويا. رجاء فكرة أخيرة، ما حدا يلغي الله من حياته بكل الظروف وكل الأحزان وكل التجارب، لأن حضور الله بحياته هو السند ويقدر يكفي الطريق ويطلع من الحالة اللي هو موجود فيها. لما منعيش هيدي التوبة إلى الله، توبوا إلى الرب في كل آن وفي كل لحظة، نقبل فرح الرب بحياتنا لنقدر نشع ونعكسه للآخرين اللي ناطرين منا هيدا الفرح، ناطرين منا نعكس هيدا الرجاء بعالم أسود، بعالم الضبابية والضياع والخوف سيطرين. نعم أبونا، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لك نهار مبارك. أنا بدي أشكركم وأشكر جميع المشاهدين، ونهار مبارك للجميع بشفاعة وأبي كارلو. أكيد أكيد. هلأ نحن بالفقرة الجاية رح نحكي شوي أكثر عن القديس الطباوي كارلو أكوتيس. رح نتوقف سوا مشاهدينا مع فاصل ونرجع من بعده منتابع. المكرم كارلو أكوتيس مراهق إيطالي ومبرمج للكمبيوتر الذي توفي سنة 2006 سيتم تطويبه في 10 من 20 الأول أكتوبر 2020 في أسيزي إيطاليا. إن الفرحة التي لطالما انتظرناها أصبح لها تاريخ أخيرا، قال دومينيكو سورنتينو رئيس أساقفة أسيزي في 13 حزيران يونيو 2020. سيتم الاحتفال بالتطويب في أسيزي عند الساعة 4 من بعد الظهر في بازيليك القديس فرانسيس، وسيترأس الاحتفال الكاردينال أنجيلو بيتشيو رئيس مجمع دعاوى القديسين. إن ضريح المكرم كارلو أكوتيس موجود حاليا في كنيسة مريم العظمى في أسيزي. توفي كارلو عن عمر 15 نتيجة مرض اللوكيميا، وقد قدم معاناته من أجل البابا والكنيسة. ولد في لندن في 3 أيار مايو عام 1991 من والدين إيطاليين اللذان عادا بعد ولادته إلى ميلانو في إيطاليا. كان صبيا تقيا يشارك في القداس الإلهي يوميا، يصلي المسبحة الوردية على الدوام، ويتقدم من سر الاعتراف أسبوعيا. في أيار 2019 قالت أنطونيا سالزانو والدة كارلو في مقابلة تلفزيونية: كان يسوع محور نهاره. وأشارت على أن الكهنة والراهبات كانوا يقولون لها أن الله لديه مشروعا مميزا لابنها. كان كارلو يملك فعلا يسوع في قلبه بطريقة فعلا طاهرة. عندما تكون حقا طاهر القلب تلمس بحق قلوب الناس، أضافت والدته. تم إعلان موعد التطويب في الأسبوع نفسه من عيد الجسد المقدس. كان كارلو يملك عبادة خاصة لسر القربان ولعجائبه. من الجميل أن يأتينا خبر التطويب بينما نحضر لعيد الجسد المقدس. إن الشاب كارلو ميز نفسه بحبه لسر القربان المقدس والذي تعبره طريقه السريع نحو السماء، قال الأسقف سورنتينو.
إن العجوبة التي ساهمت في إعلان تطويب كارلو هي شفاء طفل برازيلي سنة 2013 كان قد عانى من مرض نادر نتيجة تشوه خلقي في البنكرياس. أعطى القسم الطبي في مجمع دعاوى القديسين رأياً إيجابياً في العجوبة في تشرين الثاني نوفمبر 2019، وأكدها قداسة البابا فرانسيس في شباط فبراير 2020. كان كارلو يملك موهبة خاصة في عالم الكمبيوتر في الإرشاد الرسولي المسيح يحيى بعد سينودوس الأساقف الخاص بالشبيبة سنة 2018، قدمه البابا فرانسيس كمثال للقداسة في عالم التكنولوجيا اليوم. إن خبر تطويب هذا يشكل شعاع نور في هذه المرحلة التي ترزح فيها بلادنا تحت الصعوبات الصحية والاجتماعية والعملية، أضاف سورنتينو. إن حب الله يمكنها أن يحول كارثة كبيرة إلى نعمة عظيمة. Sono destinata a morire.